يا رب. يلا يا ناهد. يا رب بس اسمعي افهمي. مش هسمع حاجة. الخاتم يطلع. الخاتم ايه؟ يطلع، لان لو ما طلعش هخلي وقعتك سودا. هو انت ليه بتتعاملي معايا على اني حرامية؟ عشان انت حرامية. ايوه بس انا ما خدتش. ما توجعيش قلبي، ما توجعيش قلبي. انا مسربة اخواتك بالطريقة عشان كل اللي بيحصل ده ما يحصلش قدامهم وتبقى فضيحة. فانجزي وطلعي الخاتم. انا ما خدتش حاجة يا رب. طلعي الخاتم يا ناهد، لان لو فتشت ولقيته انا مش عارفة اعمل معاكي. طب استني بس هقولك على حاجة. ايدي ايدي. الخاتم ده يلزمني، انا مش همشي من هنا من غيره. ما هو يارا يارا استني بس هقولك على حاجة. يارا بلدك على حاجة يارا. مفيش حاجة يا يارا، انا مش حرامية عشان اعمل كده. مش عايزة اسمع صوتك. انا مش عايزة اسمع صوتك. ما انا هطلع الحاجة اللي انا هطلعها. نعم. لا 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 شنطي؟ لا والنبي، ده انتي مجمعاهم بقى. انتي عارفة الشنطة دي انا دورت عليها قد ايه؟ كل ده ذهب سرقة مني؟ روجاتي كلها؟ يارا أنا بحبك أوي، أنا بحبك أوي والله. أنا ما كنتش أقصد. بتحبني؟ أنا بحبك. بتسرقيني؟ بتسرقي بنت خالتك يا واطية؟ أنا أقول لك والله، أصل أنا مش عايزة أسمع، مش عايزة أسمع ولا كلمة. مش عايزه اسمع. لمي الحاجه في الشنطه. طب لمي كل الحاجه في الشنطه. حاضر. لحد ما اطلع بقيه الحاجات. حاضر. ولاقي الخاتم. انا ما خدتش الخاتم يا بيحه. لمي.